السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم، هنتكلم النهاردة عن الذكاء الصناعي الأخضر. الذكاء الصناعي ده فرع من علوم الحاسب، بيعمل أنظمة بتحاكي أو بتحاول تحاكي الذكاء البشري في التفكير وطريقة التصرف. بيستند لتعلم الآلة ماشين ليرنينج والشبكات العصبونية الاصطناعية، دول أجزاء من الذكاء الصناعي. الشبكة العصبونية الاصطناعية بتساعد الآلة انها تتعلم البيانات وتحل المشاكل، هو طبعا بيستخدم في حاجات كتير جدا زي الطب والصناعه والسيارات الذكيه والترجمه والالعاب والانترنت، وهو علم قديم جدا يعني من الحرب العالميه الثانيه، لكن دلوقتي من سنتين كده حصل فيه طفره رهيبه جدا، لانه اصبح سهل ان انت تستخدمه من غير ما تقضي سنين في تعلم البرمجه. الذكاء الصناعي الاخضر ده ان احنا نطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال ان احنا نعمل خوارزميات وطريقه تفكير ونماذج وانظمه صديقه للبيئه ومستدامه عشان تقلل اثر انشطه الانسان على البيئه. الهدف من الذكاء الاصطناعي الاخضر هو تعزيز كفاءه الطاقه وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الممارسات المستدامه. خلي بالنا ان الذكاء الاصطناعي ليه تاثير سيء على البيئه. ازاي تاثير سيء؟ الذكاء الاصطناعي ده بيحتاج سيرفرات عملاقه جدا، بتحتاج تبريد عالي جدا، بتحتاج طاقة رهيبة، بتخرج كربون كتير جدا، فدي الجزء السلبي. الجزء الايجابي ان احنا نقدر نستخدمه بشكل حلو في اكتر من حاجة، زي ان احنا نحسن استهلاك الطاقة، بدل ما بتستهلك كمية كبيرة من الطاقة نقدر ان احنا نقللها ونخلي فيه تحسين استجابة لتغيرات الطلب على الطاقة ونقلل الهدر ونقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي الاخضر في الزراعة بحيث ان هي تزود إنتاجية الزراعة لنفس قطعة الأرض ونوفر المية ونحسن استخدام الأسمدة ونخفض تأثير البيئي للزراعة وندعم الممارسات الزراعية المستدامة من خلال برامج بتقدم تحليلات وصور وتقارير للمزارعين. أنا شاركت نفسي في حاجة اسمها أوبن ستريت ماب، خرائط معمولة، كنا مركزين على وسط أفريقيا بحيث إن في بعض الناس بيبقى عنده معتمد على ان هو يبقى فيه مثلا شويه مطر هنا وشويه مطر هنا، فيقعد يلف بالبهائم او بالانعام اللي معاه. فكنا من خلال الجي بي اس، هو طبعا معاه الموبايل، بيبقى عارف اني مكان اللي يرعى فيه الاغنام او المشاية بتاعته. فدي كانت حاجه من الحاجات الممتازه اللي يعني صعب الواحد يتخيلها، ان انت بتخلي اغمار صناعيه بتخلي بالك ان في شويه مطر هنا، في ميه هنا، فتقول له خلي بالك بدل ما تروح شمال روح يمين. برضو اعاده تدوير، بنعمل اتمته وتحسين لعمليه اعاده تدوير عشان نقلل النفايات وندعم ممارسات الاقتصاد الدائري والريسايكل، بحيث ان الذكاء الصناعي بيحلل ويفصل بين انواع النفايات ويقدر ان هو يحدد دي نوعها ايه، يفرزهم بدل الفرز اليدوي، ويقدر ان هو يتنبأ بالكميه اللي هتبقى موجوده، ويقدر ان هو يساعدنا في ان احنا نعمل منتجات صديقه للبيئه. برضو من الحاجات المهمه جدا في الذكاء الاصطناعي الاخضر موضوع المدن الذكيه. الذكاء الاصطناعي في المدن الذكيه بيعتمد على تحليل بيانات متعدده عشان يحسن الطاقه وحركه المرور والامان والبيئه، فده بيحسن استخدام الطاقه من خلال تحليل بيانات استخدام الطاقه والحركه وتحسين النقل بتقنيات زي الفيجن كمبيوتر، الرؤيه الكمبيوتر، عشان يخلينا نوصل اسرع ويرفع رضا المواطنين ويعزز الامن ويتعامل مع الجريمه من خلال الكاميرات اللي شغاله بالذكاء الاصطناعي ويقلل انبعاثات الكربون. المدن والمكان اللي احنا بنسكن فيه مسؤول عن 70% من انبعاثات الكربون، فهنقدر ان احنا نعمل تاثير كبير لو قدرنا نتحكم فيها. فزي ما انت شايف فوائد الذكاء الاصطناعي الاخضر: خفض استهلاك الطاقه وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تعزيز الممارسات المستدامه من خلال تحسين استخدام الموارد ودعم ممارسات الاقتصاد الريسايكل وتقليل النفايات وتحسين الكفاءة. طب ايه التحديات الموجودة؟ جودة البيانات، الانبوت او المعلومات اللي داخلة تكون فيها مشكلة، فده يأثر على الاوتبوت او المخرجات او القرارات اللي هياخدها. القوانين والتشريعات، التسارع في الذكاء الاصطناعي لازم هيواجهه تطور في القوانين، زي مثلا الملكية الفكرية لإنشاء صورة هتبقى عاملة ازاي، الصلاحيات وقوانين خصوصية المعلومات، فدي لسه ما استقرروش عليها. الخبرة المحدودة، الذكاء الصناعي برضه لسه الخبرة حقيقية مش موجودة لغاية دلوقتي.
لكن تطبيق الذكاء الصناعي في إدارة شبكات الطاقة ده هيوفر استقرار ويوفر موثوقية ويخلي فيه مرونة ويزود امدادات الطاقة ويخلي فيه التعديل دايناميك وهيخلي فيه إمكانية للتعامل بشكل أفضل مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويساعدنا في اكتشاف الأعطال أو الانحرافات في الوقت الحقيقي وإصلاحها. فده معلومة سريعة عن الذكاء الاصطناعي الأخضر. نتمنى إن احنا نهتم بموضوع الاستدامة إن شاء الله. السلام عليكم.